بسم الله الرحمن الرحيم. مادة الرياضيات، أجب بصحيح أو خطأ، يعني نختبر معلوماتنا. صحيح أو خطأ؟ ألف، شعاع دائرة هو ضعف قطرها، هل هذا صحيح أم خطأ؟ شعاع دائرة هو ضعف قطرها، يعني الشعاع الدائري يساوي القطر مرتين. إذن هذه العبارة خاطئة، بل العكس هو الصحيح. قطر الدائرة هو ضعف الشعاع وليس كما جاء هنا. إذن هنا خطأ، في الدائرة القطر يساوي الشعاع مرتين، أو القطر يساوي الشعاع مضروب في اثنين، يعني إذا رمزنا للقطر بالدل فإنه يساوي الشعاع في اثنين. إذا خطأ. ب ب، هذا عدد نستخدمه بكثرة، نستعمله في الفيزياء، في الرياضيات، في الكثير. هذا ب مثلا مساحة قرص هو الشعاع في الشعاع في ب. مثلا محيط دائرة هو ب في القطر. نستعمله أيضا لقياس الزوايا، الزوايا القياس بالراديان، له الكثير من الاستعمالات. وإذا أخذت آلة حاسبة مثلا ستجد هذا الرمز ب، واضغط عليه سيعطيك قيمة غير منتهية، يعني ستجد 3.14159265336 غير منتهية. إذن هذا هو ب. هنا هل ب أكبر من 3.14 وأصغر من 3.15؟ انظروا، 3.14 والمزيد من الأربعة، نعم أكبر من 3.14. وهل هو أصغر من 3.15؟ نعم أصغر، لأن هذا العدد نقارنه مع 3.15. الجزء الصحيح 3.3، العشار 1.1، أجزاء 100.4 أصغر من أجزاء 100.5. إذن ب أصغر من أضعف من 3.15، فنكتب هنا صحيح. وعند استخدام ب نكتفي برقمين وراء الفاصلة، يعني قيمة مقاربة بالتفريق بين قوسين. صحيح. ج، وأذكر أن ب غير منتهية. هناك من حد الساعة الأبحاث وجدت أكثر من 4000 رقم وراء الفاصلة، وما زال البحث جاري، لها استعمالات كثيرة. سؤال ج، قياس محيط دائرة قطرها 10 سنتيمتر أكبر من قياس محيط دائرة شعاعها 6 سنتيمتر، هل هذا صحيح أم خطأ؟ إذا ركزوا، محيط دائرة قطرها 10 سنتيمتر أكبر من قياس محيط دائرة شعاعها 6 سنتيمتر. هنا دائرة شعاعها 6 سنتيمتر، يعني أن قطرها هو الشعاع مرتين، قطرها 12 سنتيمتر. هل يعقل هذا؟ محيط دائرة قطرها 10 سنتيمتر أكبر من قياس محيط دائرة قطرها 12 سنتيمتر؟ إذا خطأ، بل العكس هو الصحيح. إذا هنا خطأ، نكتب خطأ. سؤال د، قرص مساحته 200.96 سنتيمتر مربع، يكون طول قطره 16 سنتيمتر. إذن عندنا واحد القرص، قرص كما جاء هنا في المعطيات، قرص مساحته 200.96 سنتيمتر مربع. هذا هو القرص، هذا قرص مساحته 200.96 سنتيمتر مربع، هذا هو المركز، مركز القرص، هذا هو القطر، ما له ما لا نهاية من الأقطار، هذا أحد الأقطار، قطر يمر طبعا من المركز. فقط
للتوضيح لذلك أضغط على الطرشور. مساحة هنا 200.96 والقطر طوله 16 سنتيمتر، ونحن نعلم أن مساحة القرص نسميها S، مساحة القرص تساوي شعاع في الشعاع في هذا البي. نعود الآن ونرى هذا صحيحا، هنا القطر يساوي 16، يعني أنه إذا كان القطر يساوي 16 أخذنا الشعاع مثلا، فالشعاع يساوي 16 قسم 2، هذا هو الشعاع، 16 قسم 2 يعني 8، إذا مساحة القرص ستكون 8 مضروبة في 8 مضروبة، نكتفي ب 3.14 قيمة بي بي تفريغ 3.14. هنا نكتب النقطة أو نكتب الرمز ونحسب هل هذا صحيح أم لا. إذا 8 في 8 كم؟ 64 في ماذا؟ في 3.14. نحسب هذا، إذا نحسب 64 في 3.14 في 64. إذا لا داعي هنا، ليس ضروريا من احترام الوضع كما في الجمع والطرح، في الجمع والطرح وحدات تحت الوحدات، عشرات تحت العشرات إلى آخره، أما في عملية الضرب هذا غير ضروري. إذا 64 أكتبها حيث أريد، 4 × 4 = 16، 4 × 4 = 16، أكتب 6 احتفظ بواحد، 4 × 1 = 4 احتفاظ 5، 4 × 3 = 12، نقطة تحت الواحد، 6 × 4 = 24، أكتب 4 احتفظ ب2، 6 × 1 = 6 + 2 = 8، 6 × 3 = 18، ثم أقوم بعملية الجمع، 6 + 6 = 6 + 4 = 9 2 + 8 = 8 + 2 = 10 أكتب 0 احتفظ بواحد، 8 + 1 = 9 احتفاظ 10 أكتب 0 احتفظ بواحد، 2 لدي رقمين وراء الفاصلة. إذا هنا الجداء المحصل عليه 200.96، وهذا يعني أن العبارة صحيحة، قرص مساحته 200.96 سنتيمتر مربع يكون طول قطره 16 سنتيمتر صحيح. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.